تحت رعاية اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان والنقابة الفرعية للأطباء البيطري بأسوان، أقيمت صباح اليوم ورشة عمل حول القضاء على مشكلة الكلاب الضالة في أسوان بين الواقع والمأمول. إليكم متابعة الزميلة نجلة بهي الدين. ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع مشكلة تؤرق الكثير منا، فقد أصبح الكثير من المواطنين يخشون السير ليلاً أو نهاراً في الشوارع العامة، ليس خوفاً من سرقة أو اختطاف، بل خوفاً من الكلاب الضالة التي تهاجمهم والتي أصبحت منتشرة بكثرة. ومن هذا المنطلق أقيم صباح اليوم ورشة عمل حول القضاء على مشكلة الكلاب الضالة في أسوان. موضوع الساعة النهاردة كلاب الشوارع وأثرها على صحة الإنسان وعلاقة ده بمرض السعار، وطبعا من أخطر الأمراض الموجودة. فإحنا النهاردة بنناقش المشكلة دي وحلول المقترح أن إحنا نطبقها للتخلص من كلاب الشوارع بطريقة طبعا تناسب الرفق بالحيوان وطريقة إنسانية فيها، وفي نفس الوقت نحافظ على التوازن البيئي. التعاون ما كل الأجهزة مع بعضيها، الحكم المحلي طبعا متماثلة في المحافظة مع مديرية الطب البيطري مع وزارة الصحة، كلنا لازم نتحرك كفريق عمل، ما فيش واحد فينا يشيل المسؤوليه لوحده، لان في ترابط كلنا بنكمل بعض في الوصول للهدف بتاعنا. يعني الهدف من الورشه النهارده، خلينا نتكلم بشكل منطقي، ان مشكله الكلاب الضاله دلوقتي بتعتبر من اهم مشاكل الامن القومي، ان هي مش بس بتاثر على الانسان من ناحيه العض والعقر والامراض وانتشار الامراض، لا بالعكس هي كمان بتاثر على اقتصاد الدوله من خلال ان هي مضر جدا في ضرر للثروه الحيوانيه والاقتصاد، بالإضافة طبعا لضررها بالنسبة للإنسان. وطبعا السعار مرض، مش مرض بسيط، ده مرض مميت. فدورنا النهاردة إن شاء الله من خلال الورشة إن احنا نلقي الدور على مشكلة داء السعار وكيفية التخلص منه وكيفية الوقاية منه، ده أولا. طيب مين اللي بيسبب داء السعار؟ من أهم الحاجات طبعا اللي بيسبب داء السعار هو الكلب الضال اللي مش واخد تطعيماته، اللي ما فيش اهتمام ورعايه بيه. فاحنا وجبنا النهارده ان احنا نشوف المشكله دي، نقدر نبحث المشكله دي ونبحث الحلول ليها، ونقدر ازاي نتخذ خطوات فعليه على ارض الواقع من خلال نقدر يكون في ايجابي، يعني حل ايجابي عشان نقدر نحد من المشكله دي. وطبعا ده وفق رؤيه دول العالم كلها ومصر طبعا، استراتيجيه 2030 وهي الحد من مرض السعار والقضاء على مشكله الكلاب الضاله. البعض يتخيل أن حل أزمة كلاب الشوارع لدى الأطباء البيطريين فقط، لكنه أمر غير حقيقي، إذ ينحصر دورهم في الوقاية والرعاية والتحصين، ولا علاقة لهم بزيادة تعداد الحيوانات بالشوارع. سلوك المواطن قد يكون سبباً رئيسياً في الأزمة، من خلال تقديم الطعام وسط المناطق السكنية، وتزايد إلقاء القمامة بصورة غير منظمة، فتبدأ تجمعات الحيوانات حول القمامة بحثاً عن الطعام، وبالتالي تجد الفرصة للتكاثر. النهاردة الورشة بتاعتنا هدفها هو ان احنا عايزين نشوف حل الموضوع القضاء على مشكلة الكلاب الضالة، ان احنا يعني عنوان الورشة القضاء على مشكلة الكلاب الضالة بين الواقع اللي حاصل حاليا والمأمول، اللي هو احنا عايزين نحط خطة علشان نحد منها، مش هقول ان احنا هنقضي عليها بالمرة. النهاردة هنستعرض، هنقول يعني ايه كلاب ضالة، ايه اسباب المشكلة اللي ادت لزيادة اعداد الكلاب الضالة عندنا هنا في محافظة اسوان، وايه مدى خطورتها علينا طبعا الكبار والاطفال خاصة. وطبعا هتبقى فيه اللي هو احنا يعني هيبقى فيه تعامل، احنا داعيين معظم الإدارات أو الهيئات اللي هي ليها علاقة أو معنية بالموضوع، بأننا هنحط خطة للحد من هذه المشكلة. هتحمل عندنا ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول اللي هو موضوع التوعية، المحور الثاني اللي هو النفايات، المحور الثالث هيبقى عبارة عن تطعيم وتعقيم وترقيم للكلاب الضالة دي. بس طبعا هو يمكن النهاردة الحل بتاعنا هيبقى حل طويل المدى، على أساس إن احنا المشكلة الرئيسية طبعا هي موضوع زيادة أعداد تكاثر
الكلاب. الحاجة الثانية موضوع انتشار القمامة والمتواجد، فطبعا دي هيدخل معانا التنمية المحلية أو المحليات، لذلك احنا داعيين معظم رؤساء المحليات ان هي تتكلم معانا النهاردة ونشوف حل المشكلة دي لانها سبب رئيسي. فان شاء الله يعني ان احنا الورشة يعني نقدر نطلع منها بنتيجة كويسة تفيدنا في الحل، لان للأسف يعني الكلاب الضالة عندنا هنا لسه جايبة تعداد من مديرية الصحة. احنا الحالات العقر وصلت عندنا هنا في أسوان سنويا بتوصل ل 10,000 حالة سنويا. اللقاح اللي بنستخدمه وصل طبعا عندنا كل حالة عقر بتاخد 5 جرعات، العدد وصل ل 55,000 جرعة محتاجين. كل واحد يبقى حالة عقر بتحتاج تكلفة على الدولة تقريبا حوالي 600 جنيه، فطبعا ده يعني يعتبر يعني ناحية اقتصادية عندنا بتعكسها محتاجينها. طب ليه احنا نحل المشكله بالحل الاستراتيجي وعلى حسب خطه طبعا اللي هو اللي عندنا في يعني الخطه دي او الاستراتيجيه القضاء على الكلاب الضاله دي يعني مبنيه من 3 جهات، الفاو والدبليو اتش او والاو اي اي. هو بصراحه المشكله يعني حرام ان احنا نرميها على الطب البيطري، بس هو الناس طبيعي يقول لك خلاص حيوان يبقى طب بيطري، لو في حشرات يبقى لك طب بيطري، اي حاجه بطب بيطري، اي حاجه غير بني ادم بطب بيطري. لا طبعا الفهم ده او الوعي ده لازم يتغير. الطب البيطري احنا ما فيش كليه طب بيطري في مصر بتعلم الطالب ازاي يقضي على الكلاب الضاله. مشكله الكلاب الضاله دي مش بتاعت الطب البيطري، دي بتاعت المجتمع كله. لازم تضافر جهود المجتمع والهيئات كلها للقضاء على هذه المشكله، لان دي مش مشكله طب بيطري. انا ما عنديش حاجه اسمها في المنهج بتاع الاطباء البيطريين تعالوا نتعلم مادة القضاء على الكلاب الضالة، مفيش الكلام ده. كان زمان قبل موضوع السم ونزول حملات الطعوم المسممة كان في السماوي، كان ده حد تابع للداخلية، بينزل معاه السلاح ناري وبيبدأ يضرب الكلاب في الشارع، وكان بيجيب حل كويس. ولكن طبعا بدأت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمحلية ترفض هذا الإجراء، فبدأت الدولة تفكر انها يعني تخلي الملف ده في ايد هيئة، فقالوا الطب البيطري هو المسؤول عن القصة دي. الطب البيطري لما استعان بأهل العلم والجامعات والهيئات المختصة زي الإفتاء أجاز وأفتى بجواز ان احنا ننزل بسموم مطعمة بسم الاستريكنين للقضاء على الكلاب دي او الحد منها. أزمة انتشار الكلاب الضالة تحتاج لتضافر كافة الجهات المسؤولة لحلها، ولابد من مشاركة كافة منظمات المجتمع المدني لمساعدة الدولة في حل الأزمة لتحقيق نتيجة إيجابية في أي خطة قد تنتهجها الحكومة. لابد من القضاء على مشكلة الكلاب الضالة بشكل إنساني وفعال لخلق مجتمع أكثر أماناً للجميع. كنت معكم نجلاء بهي الدين، أخبار طيبة.